كيفو المصاب؟ فرجيني، هي أول مرة جورج هيك بيصير فيه، فرجيني يا عمري. على فكرة جورج بدرج بيتنا هون بينزل درجتين درجتين، هي هي النتيجة. ونطوة ونطوته بلا ما يمسك بشي. ايه ما بيصير، بدنا ننتبه كتير. بطل! ايوه انت بطل، يلا كمل دراستك، شغلي عقلاتك، بتنزل على مهل بعدين، اوكي؟ حاضر. صبا؟ اوبا. اليوم إذا انتبهتوا في تميز، على فكرة، في تميز هيك، في حدا متأنق زيادة ومتميز. طبعا في مناسبة، ومثل ما قلنا مناسبة، يعني شوفوا لي الأناقة اليوم. ها شوفوا لي الأبيض. لا أناقة أم اللون. ليك أناقة جوز، حط الجرابات وحط الطيارة. طبعاً طبعاً جوجي غير شكل. جوجي شو بدك حفلة؟ ما حفلة، ما في حفلات. عن جد وفعليا من احلى فيديوهات بحياتنا. طبعا تالين من امبارح يا جماعه عم ترجف وقلبي عم يعمل حق بق هيك. هلا بالفيديو الماضي قلنا لكم احذروا شو المفاجاه، في كثير عالم حذرت وكثير عالم ما حذرت. اوكي رح خبركم، اليوم جوجو رح يصير عنده كلب. انا حلمي كل عمري يكون عندي كلب، اوكي؟ وانا كل عمري بقول مستحيل يصير عندي بس كلب. بس هالانسان هي اللي كانت العائق. فيمكن يمكن انا اترك البيت بعد هذا الفيديو وعيش لحالهم، ما بعرف، خايفه كثير. اوكي يا جماعه اليوم حاضرين لهم مفاجاه، ما بيعرف ولا شيء ولا 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 شيء ولا متوقع. هلا هو بده بس ما متوقع يعني. ومثل ما بتعرفوا انه هو حلم من احلامه يلي كل سنه بيكتب احلامه وما بيتنفذ هيدا الحلم، فلهيك نحن قررنا هالسنة خلاص انه ننفذ له هيدا الحلم. بما انه وصل لل 500,000 هي رح تكون هي المفاجأة اللي بتطير العقل. اوكي يا جماعة قبل ما نبلش الفيديو اذا انتم جدد على القناة ما تنسوا لايك شير سبسكرايب، يلا خلونا بلش. اوكي كثير متوترة على فكرة من امبارح، كل ما نام قله للؤي بحس هلا جاي عضني. هو ما اجى على البيت يد اللؤسة، هو بيبي يعني كلب صغير كثير. ايه وبيعض على فكرة، يعني الكلب الصغير كثير بيعض، يعني بيعض وبيجرح، يعني ما عنده، وخاصة إذا حدا ما بيعرفه بمجرد ما يقرب على الحدا اللي ما بيعرفه بلا سؤال لؤي بيعضه. ما معقول بيعرف ليك. وهلا اللي بيعرفني بيعرف إنه أنا بخاف من الكلاب، وبالفيديو كليب بالغنية يلي عملناها في مشهد واحد نحن مع الكلب ضلينا نحضر له ثلاث أيام هذاك المشهد. لا يومتها كان لازم أنا بالفيديو كليب أنا طعمي الكلب، طبعا متت، هنن ماتوا، التيم كله مات، إنه بس طعمي لقمة ما كنت طعمي ولا لقمة لأني خفت من أسنانه. ما حدا يقول لي ليه، بعرف مجنونة بس بحس هيك ذئب قدامي مو كلب. بس اليوم اللي الكلب اللي جاي هو يعني بيبي عن جد، ما عمره شيء. بس على فكرة الأسنان وكل سن هالقد يعني لؤي أنت عم بتخوفني على فكرة، حرام عليك. لا لا عن جد هو بيبي صغير ويعني ما بيكبر أصلا يعني. إيه إنه هيك من هدول الصغار يعني. صغار. أوكي يعني اليوم انطروا الفيديو هيك احضروه كامل استمتعوا فيه. ما بعرف ردة فعل جورجو كيف راح تكون. أنا مبسوط، أنا مبسوط، يعني مشكلتي الوحيدة مع الكلب إنه رح يطلع كل العناية بالكلب من راسي. الحمد لله بتعرف. ليكو شو وصلنا اليوم كمان طالبينا. ليكو للكلب وينه؟ ليكو بس ما هو هذا يعني. هي منحطه بقلبه ولي ولي. والله العظيم عم بصور هذا الفيديو مو مصدقة. أعطيكم مواصفات شوي، الكلب أبيض صغير. اوكي بجنن يعني بجنن، وما عم بعرف انه ردة فعل جوج شو راح تكون. عن جد انا هيدي اللي يعني جوج حلم من احلامه، حرام هو عن جد وحيد يعني، بالنهاية ما في اخت ما في اخ، ف ما بعرف شو بده يحس يعني، راح يجير فيه يعني. يعني من اجمل الاشياء، جد انا هيك برايي اجمل الاشياء اللي انه تكون عند الانسان هو يكون عنده كلب، يعني رفيق وصديق ووفي وبيخاف عليه. ليك انا عندي رفيق وصديق ووفي. أنا على فكرة لهذا السبب جد لهذا السبب تزوجت تاني مشان تكونوا بالصورة. أوكي يلا رايحين وهلا بفرجيكم هاي تمام؟ نحن المفاجأة لجورجيو، بس الأهم من هذا كله ردة فعل تالين لما راح يجي الكلب. إن شاء الله هيك يكون صغنونت كثير وحبه كثير وهيك، لا الله يستر ما أعتبره ذئب بالبيت. اوكي هلا وصلنا لنجيب له الجاتو وبوالين، اوكي؟ لان الكلب على فكره هلا عم تقول له كيف رح يوصل، رح يوصل من بلد ثانيه تقريبا بعد ساعه، يعني شايفين هلا قد ايه الساعه؟ 2:30، 3:30 رح يوصل صح؟
ثلاثة ونص بيكون بالبيت. رح يجينا من بلد تاني. أخ قلبي. آخر حدا كان متوقع إنه يصير عنده كلب هو نحن بوجودي. كتير هي للسفر ولتحمليه فيها. أوه واو وأنا خرجت قاعدة فيها أنت يا لونا. اسمعي مني ليكو يا جماعة هون محل هيك قاعدة شغالة هون ليقعد فيها هيك إذا رايحين على المول مثلا أو أي شيء هيك بنحمله حتى وإذا بالأيام سافرنا كمان بناخذه معنا. أهالينا ما بيعرفوا إنه راح يصير عندنا كلب بس ما حدا بيعرف ما حدا بيعرف صدمة عمره. هلا لازم نلاقي خمسة وصفرين ما بعرف وين نلاقيهم. يوخ شو رأيك نحط له هيك بابيونة؟ يا حبيبي نحن أغراضنا ما كنا خاصين هاي ما نحط له إياها. يا لؤي ما بقي شي ما جابه. يوم رح يوصل ونحن معنا لا محل ينام فيه ولا تخت لإله ولا ولا شي. فرجيني أنا بدي نقي أنا بدي نقي وما عم تعرف نقي شي. ما بدي يجيب له حي الله أكل. هاي هي لإله ولا لإله؟ طيب عم بتدور على بوالين ارقام ما عم بتلاقي. ليش بكل الارقام الا خمسه يعني هيك انت بدك رقم شمعه؟ شمعه وبالون. اوكي هاي خمسه كبير هاد ما صفر والكا. تسلم والله طلعت عليك. يو ليك الكل شوفوها. يو يا الكلب وصل على فكره ولازم نروح بسرعه هلا بدقوا على جوجي عجل. ما عم صدق انا دقيت لجوج قلت له اذا دق الباب ما تفتح. دقوا لنا انه خمس دقائق بيكون الكلب عنا. يوخ رح يوقف قلبي. تخيل معنا كلوب صغير ورا. هلا رح نطلعه بالسياره من هون يعمل من هون مش رقيد ولا صياحك. يا ربي ما عم بعرف لك نحن ما لنا خبره بهيك شيء. اوكي ليكو تقريبا وصلنا على البيت يعني كله تمام وصلنا قبل ما يوصل هو. اوكي وصل ودق الجرس. جوجي ما فتح له لنحن قايلين له انه ما تفتح الباب. I watch you as you drive. Do you know I'm looking? And I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song. فرحتي انا ما بعطيها لحدا. دانكي شام. دانكي. دانكي. وين الشنطة مو هي؟ الشنطة الثانية الصغيرة اللي هلا اشترينا ورا. لا اقعد اقعد. ايوه دقيقة لو اي صورك مكتوب. يا عمري انت يا عمري حبيبي طبيعي. اوكي مرقت على خير جوج ما شافنا. شوفي لحضنك شوفي دقيقة يا جماعة شوفوا لي اللحظة التاريخية. عن جد لحظة تاريخية والله. انت كثير حلو انا رح اعشقك. كيوت بجنن. هلا تركناه بالسياره دقيقتين رح نجيب له الشامبو والبلسم ونجيب الجاتو لجوج ويلا بسرعه. بلسم شو؟ شامبو بس؟ لا هو هيدا النوع بده بلسم كمان والله. اوكي مضطرين نجيب هيدا الجاتو مع انه ما بيحبه كثير. يلا بس ما في وقت يعني نجيب له حفوض ليك احسن ما يعمل تحته. ما في حفوض هالقد. هني سي هاي تالنت يو فاميلي. حسي اجاك ولا ليكو جوجي ما رح نقدر نطلع صوتنا عالي. ايه مامي نحن بلشت درسك؟ اوكي لك هاي رح سكر الباب. اوكي باي باي. اوكي جوج اسا عم بيدرس تمام. نحن هلا رح زين انا هون اوكي وحط قلب الكيك وهيك ونحط له اياه على تخته. هلا رح انفخ هدول وهيدي رح تنحط فوق الهدية تمام. وهي جبتها. حاسة حالي متوترة كتير لازم اخلص كل شيء قبل ما يخلص جوج فيلا. هذا الانفجار اللي صار ولا شو؟ يو خربته. لؤي شو الصوت؟ خفت انا من ترابة صرت مي. اوكي اول رقم فقع فهلا لؤي رح يروح يجيب رقم لاني هو برا اصلا. وحاسه حالي كثير متوتره يا جماعه. شفت الصوت اللي طلع سمعته؟ بتترابي. شكرا تاني عن جد شكرا. شو خرجي اعمل هيك شيء ما خربته. But smile, you know how much I love you. You put my favorite song on. I put my feet up, and we just sing along. And I can't help but feeling just loving this moment.
هاي لؤي. حلو لؤي. والخمسة؟ كيفك بتحطي خمسة؟ انا بعرف هون بتعرف الخمسة. الخمسة صفر صفر اوكي. كيف بصير كيف صارت الكيكة؟ This moment, can we stay here forever? Forever. طالعة أنا لهي جوجي دقيقتين من غرفته مشان أحط الهدية بغرفته. أوكي. طالعة لهي. يلا عشلي. يلا عم بينام. بدنا جاي فيه. دورت الحفلة. عم بينام. هلا أنا أطلعه لفوق. وحطه اليوم فوق. With you everything is complete. Do you know how much I love you? Put your favorite song on just to wake you up. When I dance around, I can't help but feeling just loving this moment. هذا رايح اوكي خلوكم معي. لونا تعالوا شوي بسرعه. ويكو ويكو ويا برو ليش عم تصوروا؟ حابب ورجيهم كيف جوجي عم يفصح. مبروك مبروك حبيبي مبروك مبروك. جيبوا سكينة ليش ما عم تغني له؟ مبروك مبروك يا حياة قلبي مبروك 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 يا حياة ألف مبروك مبروك مبروك, مبروك. يا أبي حبيب بابا روحي أنت مبسوطة على فكرة وصلت قربت على 600,000 وهلا اللي عم بتطلع طفي الشمعة 500 يلا طفي الشمعة ليك واتمنى أمنية مليون واحد اثنين ثلاثة يا رب نصير مليون يلا انبسطت بالمفاجأة حلوة قول والله والله مبسوط دوقوا يلا ليكوا بس نتصور سيلفي ياي نحن عم نتصور صورة فرجولة واحد اثنين هلا ما وقفت هون في شغلة هدية صغيرة شو هيك مشان نوزع المفاجآت يعني أوكي. نوزع؟ مشان توزعوا لا يا والله وحدة هي عمالها بس شوي شوي يلا بس تمشي تمام هاد إلك مامي شو؟ يلا أنا راح أبكي هلو؟ الكلب اللي أنا بحب النور أبا هلو شو 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 الكلب نايم خاي كجلان ما تقلت شو؟ هاد لإلك مامي هذا؟ أنا عم برجف على فكرة أكثر من تعال على الأرض يا مسمى بس كثير هذا قدامي كبار قدامي يصير كبروا هيك بس كبار يعني هلا كثير حبيته كثير صغير مامي شو رأيك بهالمفاجأة؟ والله كثير مبسوط يعني كبابا أحس بكسر قشري يوه حبيت؟ بابا شو حبيت عشقت روحي أنت يلا كنت متوقع هيك شيء؟ لا عن لا هيك كنت متوقع سكرت بلاي ستيشن انا كنت هيك طالبنا بس ما متخيل ابدا كلب ما مصدق وين بدك تنيمه؟ ينيمه هون هلا بنحط له التخت جنبك اوكي كثير مبسوط هيك يعني رافع شافك لانه هيك مبسوط يا ربي يا ربي الو عم نعمل كثير قصص معه كثير فيديوهات معه هي تاتا تالي تاتا ولا تاتا بعينه هذا الفوق انت ما شايفينه okay. انا صار عندي كلب بعد 10 سنين بس صار عندي كلب يا 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 شو طيب اوكي عن جد فعليا اليوم من احلى واروع المفاجآت يمكن اللي صارت بحياتي في احلى من هيك مفاجأة عملنا لك اياها هي احلى شيء احلى من موبايل احلى من لابتوب يوتيوب قد ايه بدك تحبه وتدلله يعني اكثر من حالي سي بس عوني الفتاة عين انتي 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 بتشني ولي ما تهزي ما تهزي عادي بابا عادي هو ماما بدنا ندعكه شوي شو بدنا نعمله طنطا
اعمل له هيك عجلة. اثنيناتكم قولوا له تعا. ماما يا لو بابا ما بيتضايق، ما تخاف يعني ما هيك. كلب بده دعك يعني. عمل كاكا؟ لا هذا اكله. صورة الكلب اللي هون نفس اللي جبنا لك اياه. بس هذا لونه هيك صار حمار من الطبق. ايه نفسه هذا لونه بني، انت تبعك ابيض. اوكي اليوم عن جد فعليا من احلى المفاجآت. لهلا ما في لهلا مفاجأة احلى من هي للصراحة. هلا هالمفاجأة ما بتخلص انه خلص اليوم تقدمت وخلصت. رح انا واثق رح يكون كل يوم في شغلات جديدة وجنان جديد معه. بدي بس يكبر شوي، من هلا بدي اعلمه شوي، بس ليكبر بيصير منيح فيه، يصير يوقف ويمشي على اجري او يعمل هاي. بس بده صبر كثير ها كثير. اوكي يا جماعه رح نقول لكم انه فيديو اليوم خلص، ان شاء الله يكون عجبكم وعجبتكم هي المفاجاه لجورجو، لان كثير ناس كتبوا لنا كل عائلتنا كتبوا لنا امتى رح تعملوا مفاجاه لجورجو. على فكره انا لما كان من وقت ما كان عمري 5 سنين وبدك كلب وبدي كلب لهلا لجابوا لي اياه. يلي من عائلتنا بيعرف انه نحن كل سنه بنكتب احلامنا، فجورجو له 5 سنين كل سنه احلامه بتكون، وبند من البنود هو كلب، بده كلب بده طبعا كلب. عنده كذا بند جورجو، ايه مليون بند، بس اهمهم هو الكلب اللي كل سنه بيكتب أول واحد بكتبه هذا تحقق خلاص من أول هاي السنة. نوعدكم بفيديوهات كتير حلوة رح تكون معه، فاكتبوا لنا شو رأيكم بالموضوع، شو رأيكم بالمفاجأة، واكتبوا الألف مبروك لجورجو وروحوا تابعوه على اليوتيوب، خلونا نوصله للمليون بأسرع وقت. ومنحبكم كتير، تابعونا حساباتنا على الانستغرام، وعلى فكرة كمان رح ننشر صور مع الكلوب الحلو لسه ما عنده اسم حرام. بالفيديوهات الجاية انتوا رح تسموه اوكي؟ يعني رح ما بعرف يا اما بنختار مجموعه اسماء وانتم بتكتبوا لنا احلى اسم وبنختاره على اساسه. تمام. وكمان شغله انه احنا اهلنا انا ولؤي ما بيعرفوا قصه بالموضوع، فما بعرف كيف راح نخبرهم. كثير مبسوط يا انا لهلا ما عم بتخيل انه انا هلا عندي مخلوق حي اسمه كلب. هلا رح نقول لكم انه فيديو اليوم خلص ان شاء الله يكون عجبكم. اذا انتم جاي على القناه ما تنسوا لايك شير سبسكرايب. يلا باي باي.